السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. وياك وفيك. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحلقات بعد فجر يوم الجمعة وصباح يوم الجمعة؟ هل نهى النبي عن حلقات العلم يعني مو؟ عن حلقات العلم بعد صلاة الجمعة؟ لا فجر يوم الجمعة أو لا 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 يثبت. نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل صعود الإمام لا يثبت، ليس هناك نهي عن الدراسة يوم الجمعة، إلا بس لم ينقل أنهم كانوا يعقدون حلقا قبل الجمعة، ما ورد ذلك.